السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة السويس المصرية ترفع رسوم العبور الإضافية لبعض فئات السفن. قالت هيئة قناة السويس المصرية أنها رفعت بشكل مؤقت رسوم العبور الإضافية لعدد من فئات السفن تشمل ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية المحملة إلى 15% صعوداً من 5% في السابق، وذلك اعتبارا من أول مايو. شمل القرار استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية. وقالت الهيئة في سلسلة من التعاميم المنشورة على موقعها الإلكتروني أن التعديلات تأتي تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس. تقرر تعديل الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات غاز البترول المسال وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى إلى 20% من رسوم العبور العادية مقارنة مع 10% سابقا. قالت الهيئة أنها رفعت الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الصب الجاف لتصبح 10% من رسوم العبور العادية بدلا من 5%، بينما غيرت الرسوم على السفن الأخرى إلى 14% من 7%. وأضاف بيان من الهيئة هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغائها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري. كان رئيس هيئة قناة السويس قال في أول مارس أن إيرادات القناة في فبراير ارتفعت 15.1% إلى 545.5 مليون دولار أمريكي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.